من تراثنا العربي. الأستاذة حنان شرارة الأديبة تقرأ لنا الشاعرة السورية سهام الشعشاع المعروفة بشعرها العذب الرومانسي، وقد تكون نزارة لقبانية الشعر العربي. تقدمها وتعرفنا بها أكثر الأستاذة حنان شرارة، استقبلها بالتصفيق. مساء الخير، مساء الشعر وزقزقة القصيدة. الشاعرة المتألقة سهام الشعشاع هي شاعرة رومانسية من فردوسنا المفقود. تجاذبتها أحداث وطنها الأم سوريا ووطنها الحضن لبنان. شغفها في الحياة لا يقف عند حدود، هي من القلائل اللواتي اخترقن عقل الرجل الذكوري وأشعلت القبائل النائمة في عقل الرجل لتكتب قصائدها في مساء الحب وتفتح لنا أسرارا على ليلنا وتفتح على ليلنا ضوء القمح. هي سورية الجنسية من محافظة السويداء، درست الأدب العربي في جامعة دمشق، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية وتنقلت في كثير من التلفزيونات العربية، منها التلفزيون العربي السوري، تلفزيون الشرق في لبنان، قناة دبي الفضائية، ART، LBC وسلطنة عمان. شاركت في العديد من المهرجانات في الدول العربية، بالإضافة إلى نشاطها كعضو في لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للأغنية في القاهرة لمدة 3 سنوات على التوالي. لها ديوانين من الشعر، كأني لم أكن يوما وإني اخترتك آدما. استطاعت الوصول إلى الكثير من الناس من خلال أصوات المطربين الذين غنوا أشعارها، مثل راغب عليمي، زياد برجي، صابر الرباعي، أصالة نصري، أليسا وغيرهم. عاشت سهام الشعشاع حبيسة الذكريات المؤلمة، وعلى الرغم من مضي 3 سنوات على وفاة خطيبها الذي ارتبطت معه بعلاقة حب استمرت 9 سنوات. بعد كل هذه المعاناة التقت بالرجل الذي استطاع أن يحررها من آلامها وأحزانها، وهو السيد زياد شيا، المسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي. وبعد ارتباطها به كتبت قصيدتها المشهورة التي تخاطب بها خطيبها الراحل، تقول فيها: يمكن حدا غيرك اجا عمطرحك، عم خبرك حتى ما غيري يجرحك، عغيتك حسيت غافلني الوقت، ليل الفراغ اغتال روحي عالسكت. صليت ترجع، لا سألت ولا رجعت،
ولا عاد عيني انحن قلبي تلمحك. جاي تقلك شو عمل في الجفا، مثل المعاد بدفتري كلمة وفا. ضاع الصفا والنور بعيوني انطفى، وصارت حياتي برد ناقصها دفى. وحياة قلبي، وحياة قلبي اللي نطر حتى انكسر، محتاج رمم شو عمل في القدر. يا ريت ما تزعل إذا غيرك معي، بدي حدا كفي معه باقي العمر، بدي حدا لما إلك اشتاق ضمه لقلبي بعد كل فراق. وكل ما عموعد أنترك لاقيه جاي وبعينه لهفة العشاق. كتبت للوطن، كتبت غزل. شو بتحبوا تسمعوا هلا، غزل ولا وطن؟ لا غزل. غزل 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 غزل. هلا بعدين غزل بالوطن، هلا غزل بالراجل بالاول. ما هو الرجل هو الوطن بالنسبة للمرأة، يعني إذا كان مين بيوافقني الرأي إنه الرجل وطن؟ طيب هلا بتقول سهام، واقف حبيبي من الخجل عضفة البسمة، كل ما إجا يحكي غزل بيضيع الكلمة. وبيستحي، بعرف حبيبي بيستحي، وبعز لحظات الهوى كل شي عباله بينمحي. حطيت حالي مطرحه، حطيت حالي مطرحه طيحط حاله مطرحي، بلكي قدر مرة سرق شي كلمة من تمي. يا ريت، يا ريت لو بطفي القمر تيحكي على العتمة. وبحب لما بيرتبك وبيغير الموضوع، وبيغرق بموج بضحك جوات بحر دموع. وكل ما شعر داء الحكي دور عدرب رجوع، أصلا معه حتى الصمت أحلى من النسمة. يا ريت لو بطفي القمر تيحكي على العتمة. هلأ لما رجعت على بيروت بعد أحداث سوريا وعاشت ببيروت، كتبت لدمشق: يا شامو أتعبني الرحيل، وغدت مطارات المدى وجعاً بعمق الخاصرة. بين المدينة والمدينة نلتقي كالأمنيات العابرة. فأمد كفي أنخذي بهزائمي، إني تعبت من الحروب الخاسرة. يا شامو قصي ثوب عرسي كي أعد لزفة العمر انكساري. لو تعلمين على ضفاف الروح كم طال انتظاري، ولكم سقطت بباب غربتنا أنقب عن دياري. لأعود صوبك فوق ظهر قصيدتي، وعلى رؤوس أصابعي زهر اعتذاري. بعد معي وقت ولا خلص؟ يطلع عندي؟
انكساراتها، كتبت عن انكساراتها. مسافرة على متن انكساراتي، مسافرة على متن الهوى وحدي. لقد جربت أن أرتاح من سفري، فلم ألقى محطات لأحلامي، ولم ألقى مكانا يحتوي ضجري. مسافرة على ظهر انكساراتي، معي شجني، حكاياتي، حماقاتي. أزور فنادق الدنيا، أزور فنادق الدنيا، وليس على مراياها سوى ما ضل من فوضى الغد الآتي. شبيهي أنت، شبيهي أنت وتشبهني تماماً. كلما جئنا لموعدنا تذكرني بأصدائي، بشكل الماء في روحي، بشكل البرق في طبعي وأهوائي. وتشبهني بأسفاري وأسراري، بنيراني وأحزاني، بأصحابي وأعدائي. شبيهي أنت في جدي، وفي لعبي، وفي لهوي، وفي غضبي. شبيه الحرف في لغتي، شبيه أدق أجزائي. وتعشق نفس أشيائي، وتسألني إذا ما جئت تكتبني، توقع في كتاب الحب دوما نفس إمضائي. والسلام عليكم.